الله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذا صنف آخر من الناس يعبد الله تبارك وتعالى على ضعف، على شك، كالذي يقف على حرف جبل أو على حرف حائط لا يثبت في وقفته، وكذلك هو في دينه يعبد الله على حرف، على طرف. فإن أصابه خير، الأولاد ينجحون، الزوجة ما بتمرض وما بيمرض، وبيحقق جاها ويحقق سلطانا ويحقق مالا ويحقق شهرة، فهو يزيد في العبادة ويزيد في الطاعة. طب وإن أصابته فتنة بلاء ومكروه انقلب على وجهه، قال هذا بسبب ديني وبسبب إيماني، انقلب على وجهه، خسر الدنيا لأن انقلابه ولأن ردته ولأن بعده عن الدين لن يحقق له مكاسب، لن يحقق له مكاسب بالفعل. خسر الدنيا والآخرة، وخسر الآخرة بدخوله النار، ذلك هو الخسران المبين الواضح الذي لا شك فيه. فسل نفسك، هل أنت من هذا الصنف الذي يعبد الله على حرف؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.